يعطيك العافية يا روحي. لك منو انت؟ لك العبا بعيونك. وري انا قلت خبرك حتى ما اتحمل مسؤولية. شنو انت رح تعاقبني على شيء مالي دخل فيه سيدي؟ معلوم معلوم بدك تيجي تخبرني عن كل شيء بيصير بالحارة، لأنه هي شغلتك وحياة اللي زرع الشعر بوشك. إذا بصير شيء بالحارة وما عندي خبر فيه لحتى أحبسك بعدين قلعك من الشغل، عم تفهموا لك؟ تقلعني؟ لا سيدي لا تقلعني، دخيلك لا تقلعني، خليني سيدي. يلا روح على شغلك، وتاني مرة لا تترك المحرس لحاله وتجي تخبرني، تستنى لا تنتهي الوردية تبعك وبتجي بتنقبر بتخبرني، عم تفهموا لا؟ ايه سيدي امرك امرك سيدي. سيدي شو راح تساوي بهذا الرجال اللي كان بده يقتلني بالبارودة سيدي؟ ولك هي مو شغلتك، ولك نقلع شوف شغلك. يلا ايه امرك سيدي، راح نقلع راح شوف شغلي. لحمة بارودة، بس مين اللي حاملها؟ ولك مين؟